تمام. طيب قلت له هنا في الـ في الـ الحته بتاعت المنيو قلت له في الاين توب عشان يطلع لي فوق. تعال نسيف ونشوف الدنيا في ايه كده. هنلاقي دول هنا فوق كده زي ما انتم شايفين طلعوا فوق فعلا بدل ما كانوا هنا بقوا فوق اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام. طيب انا بس عايز عشان يبقى فيه شكل شويه فاجي في التيبل الكبير او اللي احنا عندنا في الاول هنقول له هنا border. طبعا كل اللي انا بتكلم عليه دلوقتي مشروح في المحاضره الثانيه عشان ما حدش يفتكر ان الموضوع صعب وسهل جدا، والمحاضره الثانيه فيها استفاضه في التيبلز فراجعوها. ادي البوردر ظهر زي ما انتم شايفين اهو. تمام. طيب عايزين بقى نكتب مثلا فوتر هنا، الفوتر يكون في النص هنا في نص الصفحه. تمام. ممكن نخلي بوردر 2 بدل 1. هنروح على الفوتر وهنقول له انا عايزك في النص يا عم الفوتر. هنقول له هنا الاين سنتر. تمام. المفروض الفوتر يبقى فيه كابي رايت تول رايت سي. اسمك بقى واسم الكوربريت بتاعتك. تمام. تعال نشوف الموضوع ده. المفروض الاقي فوتر دي في النص وغير الشكل بتاعها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. عايزين نعمل سيل بيدنج. يقول مثلا 10 بيكسل بحيث ان هو يبعد عن البوردر شويه. تمام. وهكذا. ده كان بالنسبه لي انك تعمل تمبلت بسيط قوي بال HTML والتيبل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. تمام. طيب انا هبعت لكم ان شاء الله الملف ده على الجروب. تمام. وانا عايز كل واحد فيكم يعمل ملف خاص بيه. انا يعني الفيديو اللي احنا الفيديوهات اللي احنا سجلناها دلوقتي هتقعد شويه اما ترندل، يعني ممكن بكره او ممكن ما يحقش بكره احطها على الجروب. تمام. بس انا هرفع الملفات دلوقتي، الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها كلها ارفعها دلوقتي على اساس ان انتوا تبقوا لو في مشكله قدامكم تعرفوا تحلوها. تمام. كل اللي طلبه منكم ان انتوا تعملوا ملف زي ده، كل واحد يختار حاجه معينه يتكلم عليها، يعمل ملف بنفس اللي احنا اتكلمنا عليه ده. تمام. عشان نتاكد ان احنا فهمنا الجزء ده. طبعا اللي احنا عملناه ده شغل قديم شويه، مش هو الشغل الجديد اللي اتعمل. الشغل الجديد اللي هنتعمل احنا عملناه في او هنتكلم عنه ان شاء الله عن طريق التاجز دي. التاجز دي ان شاء الله هنتكلم عنها وهنتعامل معاها. تمام. احنا في المحاضره الجايه ان شاء الله يعني بكره هنتكلم شويه صغيرين عن ال HTML عشان نخلص ال HTML وهنبدا بقى نتكلم ان شاء الله في CSS. تمام. في اي حد عنده استفسار بالنسبه اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده؟